القمر عامل ايه؟ اوعى ايدك من علي ولا تلمسني، انت متحرم عليا حرمانيه الاب والاخ. ليه كده بس يا بنت الحلال؟ كده يا اخوي انت ما تلمسنيش خالص، روح لحفيظه بتاعتك، روح لحفيظه اللي قاعده في قلبك يا اخويا ومستربعه وشاطر، بس تقعد تقول لي مفيش في القلب الا فاطمه بطي فاطمه بطي. طب ما هي دي الحقيقه، هبص كده اهو من غير كلام اهو، ده انت اللي ليا والحته الجوانيه. طب قولي بس انت عايزه ايه واني انفذهولك في التو والحال. دار لوحدي. لوحدك ايه؟ لا ابقى انا معاكي. ايوه ما انت هتبقى معاي عشان نستريح من الغم ده. ايوه صحيح، ونبقى براحتنا انا وانت يا بيت، ونبعد عن القوقه دي. ايوه وتتكتب باسمي. لا شفت مش انا قلتلك مستخسر فيا حته دار؟ خلاص خلاص خلاص، تتكتب باسمك وخمس فدادين. لا شوفي يا فاطمه، اللي يحب العمده ما يطلبش منه فلوس وما يطلبش منه ارض، ده انا اللي باخد الارض. وهي احسن مني في ايه؟ ها؟ رد عليا يا اخوي، حافظها احسن مني في ايه عشان يتكتب باسمها 150 فدان، وانا اللي ما حلتش قراط وغلباني. ايوه امال ايه، نسيت هي ينفع تكتب خمس فدادين باسم وحدي هتجيب لك حته الواد وبعد كده تطردها في الشوارع؟ ايوه صح امال ايه. هي انت بتقولي دي، فهميني بقى، تعالي كده وافهميني كويس. الارض بتاعت حافظها دي بتاعتها هي اصلا اساسا، انا ما اديتلهاش حاجه، ده انا اللي راكب على الارض دي واخدها منها. وبعدين بلاش بقى حكايه تحمل وتولد وتترمي والكلام العبيط ده، ده انت ست الستات وبنت البتات وحلاوة الحلويات. اكتب لك الخمس فدادين يا ستي ولا تزعلي. يسلم لي فمك يا توت، يا عمدة قلبي وعمدة فكري وعمدة البلد كلها. ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ ده انت تستاهل تشوف دلع ما شفتهوش قبل كده. وريني يا بنت وريني. انا هوري. وريني يلا. اهلا اهلا يا حبيبي. عم الشيخ محمود موجود؟ عاوزه ليه؟ عشان انا عايزه في كلمه كده. طب انت مين بقى يا شيخ العرب؟ انا مطلق ابن حمدي العلاف. اتفضل. يعني هو موجود الاول ولا مش موجود؟ ايه، ما انا قلت لك اتفضل يا سيدنا الشيخ. ما يجوش ولا يصح ادخل الدار الا اذا كان رجل البيت موجود، فهو الشيخ محمود كان علمنا وقال لك ده في الدرس. اوه يا شيخ متولي، تعال اتفضل اتفضل اتفضل، تعال سكه وطريق. الشاي جوامة، شاي معتبر للشيخ متولي. ازاي الحال؟ يلا عاد فرحني. حفظت صم، بس انا رحت درس في الجامعة لقيت هناك شيخ تاني كده، شيخ صغير قد اخويا جابر الكبير،
ولما شافني قلبي يقول لي تعال اقعد ويا العيال، قمت سايبه وشيلك على دارك. اخ اسمعني عاد يا عم الشيخ متولي، وفتح مخك معاي. قالوا ايه؟ الاعتراف بالحق؟ ايه؟ فرض؟ لا فضيلة. فرض وفضيلة ينفع؟ وعشان الحق حلو كده انا راح اعترف بالحق يا ولدي، واقول لك واقول لنفسي قبل منك ان الشيخ اللي انت ريته في الجامع ده واستصغرته وقلت ده كد جابر اخوي، ده يا ولدي عنده اعلام واسع، متعلم وقاري كتير، يقدر يفيدك اكتر مني بكتير. الشيخ اللي انت ريته في الجامع ده اسمه الشيخ عيسى يا ولدي. الواد الملعون اللي اسمه ابو العيله ده يا عمتي عمال يلف على كل الفلاحين اللي في البلاد اللي حوالين، اللي عنده قراد زي اللي عنده فدان، هو والوليه اللي اسمها راوي عمالين يقولوا لهم حنديكوا في المحصول اكتر من اللي بيدفعوا لعمده عثمان، وحنديكوا الطاق اتنين وتلاته كمان. ايه ده؟ ايه الكلام ده يا مبروك؟ الكلام ده حقيقي؟ امال ايه يا عم؟ اسال انت من وراي. اللي اسمها راويه دي مش ناويه تجيبها لبر يا عم، وانا ياما قلت لها هاتها يا عمده واكسر سمها من دلوقتي عشان ما الفاس تقع في الراس ما تقولش ما حدش نبهني ولا نصحني. وهي اللي اسمها راويه دي والكحيان اللي اسمه ابو العيله دي هيجيبوا الفلوس دي كلها منين يعني؟ جرايه يا عم، ما انت فاهم وعارف كل حاجه. اللي اسمها راويه دي نزوله واحده مصر تهز لها هزتين تجيب شيء وشويه. استغفر الله العظيم، ده الخلق للخالق، ربنا يستر على ولانا يا عمدي. طب اسمع يا مبروك، شيع حد للمأمور، هو وصله مبقوق منها على الاخر. ايوه خلينا نشوف حل الحكايه دي، ما بقاش بقى الا الست دي كمان اللي هتدور البلد على كيفها. يا نهار اسود، ده احنا نلبس طرح. المهم اطلع. والله يا اختي ما انا عارفه هو ناوي على ايه، انا عماله اصبر فيه كده وما فيش فايده، ده لا بياكل ولا بيشرب، انت لو تشوفي وشه بقى زي الكركم. انقهر يا حبه عين، انقهر وقهره الرجال صعبه. بس هو يا ناس فاضل ايه؟ فاضل ايه يعني بعد ما الاخ يعمل كده في اخوه؟ لا اله الا الله، هي القيامه هتقوم ولا ايه؟ يا ما نفسي امسك في رقبه عثمان دي وانزل فيها نهش كده. تصدقي يا فاطمه، علوان كان عايز يقتله وانا اللي قلت له لا ما توصلش لحد كده، ده مهما كان اخوك ما يحصلش بناتكم كده. قال واللي يجي لها عزرائيل الموت بيتفرفر قدامي وانا بهبلي اروح انجده. اسمعي يا فهيم، انت لازم يا اختي تاخدي حقك. ايوه امال ايه؟ اوعي تخلي الخوف يلجمك انت وجوزك عن حقكم.